السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. فيديو جديد. سمحوا لي الفيديو اللي قبل من هذا كنت معصب، يعني بعض لي كومونتير الصراحة الإخوانات يعصبوا، كتفادى بزاف، ولكن كاين بعض الناس يعني ما عرفتش علاش مازال كيتابعك في القناة، بإمكانه يسحب الاشتراك في القناة ويهني راسو ويهنينا حنا، ولكن لا، هو مشترك في القناة فين ما تلوح شي فيديو يدخلك شبك. وهذا شي قديم قريته الصباح، قريته الصباح علاش علاش دخلت اصلا يوتيوب؟ لا كنتي كتبع هادشي في فيسبوك، ما تدخلش اليوتيوب، علاش تتبعني انا ولا تتبع واحد اخر؟ بما انك في الفيسبوك عندك الاخبار الجديده، يعني المهم الاخوان كنعتذر منكم. بالنسبه سمحوا لي الفيديو اللي قبل، قعد حتى الاسم اللاعب ما ذكرتش، ايمن حسين 27 سنه كان سبق لي يلعب في الجزيره الاماراتي. حنحاول في هذا الفيديو الاخوان نتكلموا على هاشم دومينغو، يعني لاعب لي حاليا النادي كما قلت لكم ما خرجش اكد ان اللاعب بصحه جيده وغادي يلعب. بعض الصحفيين يعني كما كتبتوا لي في لي كومونتير تكلموا على ان الاصابه ديال اللاعب تحرمه من المشاركه مع الرجاء لمده 3 شهور، وديجا انا قلت لكم الاخوان شحال هادي، رجعوا الفيديوهات القدام، انا كنتكلم مع الناس الجداد، الناس القدام انا عارفهم كيعرفوني وكيتيقوا فيا، كنتكلم مع الناس القدام، مع الناس الجداد عفوا، رجعوا الفيديوهات قبل من كاس العرب، راه تكلمت على هاشم دومينغو وتكلمت على انه المصدر اكد لي انه عنده اصابه في الركبه خيبه كتقدر ترجع اللاعب في اي وقت من بعد، يعني الهضره اللي سمعتو كاملين، يعني بدات تهضر على صفحات فيسبوك انه عنده اصابه، يعني المعلومه اللي عندي حاليا النادي كيقلب على طريقه باش يفك الارتباط مع هاشم دومينغو. كاين بعض الصفحات تيتكلموا على ان المدرب غير مقتنع بالمؤهلات ديالو، وهذا خبر كاذب، لان المدرب لا ما كانش مقتنع بالمؤهلات ديالو ما غاديش يسيني مع الرجاء من الديبار، حيت تشاوروا مع المدرب قبل ما يسينيو معاه. تقولوا لي لا راه اللعاب جا قبل، اي انتداب جا قبل من المدرب كان بتشاور مع المدرب، هذه باش تكون في خباركم، باش ما يخرجش شي نهار المدرب شي تصريح يقول كذا انتدابات انا ما تشاوروا معاه قبل ما يجيبوا، يعني باش ما يكذبش علينا. وانا فاش تنأكد على شي خبر تنعرف المصدر اللي قال لي المعلومه راه ما غاديش يكذب فيها، وبالتاكيد تشاوروا معاه. اذا انت في الاول شفتيه وعجبك ما تخرجش دابا تقول لنا المؤهلات ديالو ما المؤهلات، اللاعب عنده اصابه ما غاديش يقدر يكون موجود معنا العام الجاي ان شاء الله، 3 شهور لا 4 شهور صافي سالات البطوله، الا كان 3 شهور لا 4 شهور عادي يرجع يبدا يتريني، يعني حسب المعلومات ديالي كذلك حتى في لونطريمون ما تيقدرش يتريني لان كما قلت لكم عنده اصابه رجعت ليه. حاليا المشكل دابا اللي تنفكر فيه انا هو الطريقه باش يفكوا معاه، يعني الحل ودي راه فيه الفلوس، ما كاينش شي حل ودي فاو، يعني جبتي تصور لبس التوني ديال الرجاء ما لعبش ما ضربش البالون وغادي ياخذ الفلوس وغادي يمشي. نقول لكم كما تكلمت مع المصدر اللي عطاني هذه المعلومه، قلت لي انا تنتمنى الصراحه تعاود تصيفط لي شي اوديو وتقول لي راه كذبت عليك وما غاديش يفسخوا معاه وغادي يلعب والسيد صحيح. قلت لي هاد الجمله انا كنتسنى نسمعها منك وتقول لي داك الفيديو اللي حطيتي راه كذوبه مسحو، راه السيد بخير وغادي يقدر يلعب وغادي يكون معنا العام الجاي ان شاء الله، حيت كما قلنا باش ما نكذبوش الاخوان اللاعب مؤهلات ديالو مزيانه ولكن الاصابه تحرمنا منه. داكشي علاش تكلمت لكم في فيديو قبل انه كاين تيحاولوا يقلبوا على صانع العاب اخر، اذا هذا دليل على انني داكشي اللي قلت لكم راه بصح. شكرا لكم الاخوان، ما نطولش عليكم فيديو اكثر، ان شاء الله نتمنى يكون شي جديد باش ندير لكم فيديو
وشكرا.